اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين. إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا جميعا في أحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة من الوصفات اللي أنا بعشقها. أنا بعشق يا جماعة المعجنات والشغل في المعجنات وأكل المعجنات. تمام، هنعمل وصفة زي ما انتوا شايفين كده، أنا مش عارفة لها اسم، ممكن تسموها فطيرة، تسموها بيتزا رقين، يعني بسموها زي ما تسموها. تمام، هندخل طبعا على الطريقة والمكونات، بس عايزة اقول لكم لو انتوا اول مرة تشوفوني، انا دعاء الجيلاني ودي قناتي وقناتكم مطبخ دعاء الجيلاني. يا ريت لو اول مرة تشوفوا القناة تدعموني باشتراك للقناة وتفعلوا الجرس على علامة الكل عشان يوصلكم اشعار بكل الوصفات الجديدة اول باول. وطبعا لو عجبكم الفيديو حطوا لايك وكومنت حلو زيكم كده علشان اعرف ان انتوا شفتوا الوصفة. هنبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. واول حاجة معايا 600 جرام من الدقيق، تمام، الدقيق العادي خالص. حطيت لهم 4 معالق من الزيت، ربع كوباية زيت، يفضل يكون زيت زيتون. ما عندكيش زيت زيتون يبقى زيت عادي، او زيت على سمنة، زيت على زبدة، انا هنا استخدمت زيت زيتون. هنزل عليهم بمعلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من السكر، نص معلقة صغيرة من الملح. اول خطوه عملناها ايه؟ اني حطيت الزيت على الدقيق وقلبت الزيت بالدقيق شويه، يعني لو تقدري تبسيه كمان بسيه. الخطوه دي حلوه جدا، بتطلع معاكي الحاجات اللي هي زي البيتزات والفطائر والحاجات دي، بتطلعها معاكي حلوه قوي. وبعدين هنزل عليهم بالميه. الميه مش كل نوع الدقيق بياخد ميه زي التاني، انا هنزل بالميه تدريجيا لغايه ما اوصل لقوام العجينه اللي انا عايزاه. هنا معايا بيضة واحدة، فصلت البياض عن الصفار، هستخدم البياض جوه العجينة والصفار هنشوف هنعمل بيه ايه. وبعدين بنزل بالمية بالتدريج، وهقول لكم في الاخر ال 600 جرام دقيق دول خدوا معايا مية قد ايه. انا حطيت في الاول مبدئيا كوباية 200 ملي. هنشيل بقى المعلقة ونبدأ نعجن بايدينا لغاية ما العجينة تبقى معايا ناعمة خالص وبالشكل الجميل ده اهو. هحط شوية من الزيت في البولة وبعدين هسيب العجينة تخمر. العجينة دي خدت معايا يا جماعة 300 ملي من المية، كوباية 200 جرام ونص. هنسيبها بقى لما تخمر وحجمها يتضاعف. احنا الدنيا بدأت ان هي يعني الجو بدأ ان هو يسقع، ممكن تاخد معاكي من ساعة لربع لساعة. هنا هي خدت معايا ساعة بالظبط، وبعد ما خمرت وحجمها تضاعف كده هنفضي بقى منها الهوا، يعني هنفش الخمر ده. وبعدين نحط شوية دقيق على الرخامة ونبدأ نقسمها. أنا هنا هقسمها على 4، الجزء الواحد منهم ينفع يبقى بتزاية، يعني بتزاية اللي هي حجم 30، الصينية 30. تمام، أهم قسمتهم على 4 أجزاء وهنشتغل فيهم إن شاء الله على طول. زي ما قلتلك ما تنسيش اللايك للفيديو وكومنت حلو كده منك علشان اعرف ان انتي دخلتي وشفتي الفيديو. هبدأ اني افرد اول جزء قطعته في العجينة بالسمك اللي انتوا شايفينه ده، وجبت صينية هنا مقاس 30 ودهنتها بمادة دهنية، زيت، سمنة، زبدة، اي حاجة. وبعدين هفرد جواها العجينة اهو. نظبط هنا بقى العجينة بتاعتنا، نظبطها خالص، وبعدين نجيب شوكة ونخرم العجينة. تمام قوي كده. هنجيب معلقتين من الصلصه، طبعا اهو مفيش اسهل من كده، معلقتين من الصلصه العاديه خالص، ونحط عليهم شويه من الزيت، ويفضل طبعا يكون زيت زيتون، هيديكي طعم حلو قوي، شويه من الملح وكمان شويه من الزعتر. عفوا، حطيت كده بقى شوية من الزعتر وهقلب الصلصة بتاعتي دي، وهحط كمية كويسة كده من الصلصة. معلش، بفرد بقى الصلصة بتاعتي كتير قليل ده براحتك. هنا بقى معايا الحشوة اللي انا هستخدمها، ما تربطيش بقى انتي نفسك بالحشوة اللي انا هستخدمها. انا هنا هستخدم مثلا لانشون وفلفل الوان وفلفل حامي وجبن، يعني جبنة، ميكس من الجبنة. ممكن انتي تحطي تونة، تحطي فراخ، تحطي عصاج، تحطي جبنة، بس يعني الحشوة دي بتبقى حسب الرغبة وحسب الحاجات المتوفرة عندك. انا لقيت عندي الحاجات دي في التلاجة فقمت اعمل العشوة الخفيفة دي. تقدري تعملي عشا، فطار، غدا، حلوة جدا. المعجنات يا جماعة بتبقى في الشتاء بتبقى جميلة جدا ولذيذة، وبتدفي البيت كده، وبتبقى خلي ريحة البيت كمان بتبقى جميلة.
حطيت انا الحشوة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده هوت، وحطيت فوقيها جبنة، نحط بقى زيتون اخضر اسود الموجودة عندك زي ما قلت لك، يعني ما تخليش نفسك مرتبطة بالحاجات اللي انا بحطها. معاكي العجينة واللي انتي عايزة تحشيه فيها احشيه، ممكن كمان تدخليها الفرن على كده وبيبقى معاكي احلى بيتزاية، بس هي طالبة معايا النهاردة ان هي تبقى فطيرة مش بيتزا، يعني ان هي تبقى رقين. تمام، ركناها بقى كده على جنب وهفرد الرق التاني. وطبعا لو العجينة بتلزوق منك او اي حاجة فعادي رشي لها رشة من الدقيق، رشة خفيفة كده ما فيش اي مشكلة، لان العجينة بتاعتنا عجينة لينة، عجينة المعجنات كل ما كانت معاكي طرية كده وبتلزق شوية كل ما الحاجات طلعت حلوة قوي وهشة وطرية وجميلة جدا واجمل من الجاهزة. يعني انا بحس ان الحاجات اللي بعملها في البيت كبيتزا وفطير والمعجنات والكلام ده العجينة بتاعتها يعني لما تاكلي حتة عجينة كده حتى لو هي مش عجينة بقى بعد ما تستوي حتى لو هي حاف ما فيهاش حشوة بتستلذي بطعمها عكس الحاجة اللي انتي بتجيبيها من بره. تمام، حطيت انا بقى الرقه التانية كده هوت، وبعدين ببدا بقى ان انا اظبط الحرف على الحرف وبقفل بقفل. بصوا بضغط ازاي عليها الاول، بقفلها كويس جدا عشان الجبنه ما تسيحش وتخليها تلزق في الصينيه. بعد ما قفلتها كويس جدا داير ما يدور ببدا اني اتني الحرف. تمام، يا رب يكون بس كل حاجه واضحه قدامكم اهو. بعد ما قفلتها بتني بقى الحرف الصغير ده من تحت علشان يديها شكل حلو كده وتبقى كلها متناسقة مع بعضها. تمام قوي كده، مفيش اسهل اصلا من كده اهو، وما شاء الله كبيرة وجميلة. هنركنها على جنب ونشوف هنعمل ايه في العجين اللي باقي ده. هنا فردت جزء من العجينة، انا كنت المفروض ان انا هعمل 4 بيتزات، هي قلبت معايا كده زي ما انتوا شايفين. فردت جزء وحطيت صلصة وما خرمتهاش، وهبدأ بقى اني الفها رول. تمام، هلفها كده رول، هنا بنقفل من الجناب عشان الجبنه ما تسيحش زي برضو ما قلت لكم وتطلع من بره وتخلي الحاجه تلزق منك. حطيت جبنه تاني علشان لما بتيجي تلفي حاجه رول اول تطبيقه وبعدين تاني تطبيقه لما بتيجي تاكلي الحاجه بتحسي ان في حته كبيره كده من العجين حاف. حطيتهم في الصينيه زي ما انتوا شفتوا، وهنا بقلب صفار البيضه اللي احنا سبناه في الاول على معلقتين لبن ومعلقه خل، وهندهن الوش. ما بتحبيش الحاجة مدهونة بيض؟ تمام خالص، يبقى كفاية معلقة اللبن على معلقة زيت وندعة سكر ودهني الوش وشوفي هيبقى معاكي احلى وش معجنات. هرجع اقولك تاني ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة. هنا بقى بقسمها كده بايدي بتقطيعة البيتزا عادي خالص علشان الحشوة تبقى يعني مالية الدنيا كده من جوه، مش عايزة اقطعها بسكينة ولا اي حاجة، انا بحددها بايدي علشان لما هتستوي ان شاء الله نمشي على التحديدة دي. وبعدين برش بقى من فوق جبنة ونحط شريحتين من الفلفل من الزيتون، يعني زوقي بقى وشكلي براحتك، مش عايزة تحطي حاجة خالص ما تحطيش، ممكن تحطي رشة سمسم، ممكن تحطي حبة البركة، ابدعي. تمام قوي كده، نحط بقى شرائح كده من الزيتون الاسود ده، على فكرة لما بيقعد عندي في التلاجة تحت ويطول بحطه في كيس واحطه في التجميد ما بيحصلوش اي حاجة، يعني ده بقاله بتاع 3 4 شهور عندي ولسه مطلعه دلوقتي من الفريزر. شايفين بعد ما استوت بندخلها الفرن على درجة حرارة عالية 200 على الرف اللي في النص، بتاخد 10 دقايق. بتبصي عليها اول ما تلون من تحت بتفتحي لها الشواية من فوق، ودي التانية اللي هي الرولات انا عملتها بخيط كده علشان يعني تبقى سهل ان انتي تقطعيها كل واحدة لوحدها. وشايفين هنا بوريكم هي طرية وهشة وعاملة زي القطن، شايفين الجمال، الله على الحلاوة. بصوا والحشوة جواها جميلة جدا والعجينة مش كبيرة، يعني العجينة حلوة جدا على الحشوة ما شاء الله، والجبنة سايحة وهي يعني هي بتتكلم عن نفسها مش محتاجة ان انا اتكلم. شايفين يا جماعة،
جربوها بقى وبإذن الله هتعجبكم. تنفع كمان تعمليها من بالليل وولادك ياخدوها الصبح وهم رايحين المدرسة، كل واحد قطعة كده في اللانش بوكس، هتبقى جميلة قوي وأنضف من ما هم يجيبوا أكل من بره أو يجيبوا حاجة من بره. طبعا الحاجة في البيت أحسن وأنضف، وتنفع تعمليها عشاء، تعمليها وهم راجعين بقى من المدرسة يلاقوكي كده عاملاها سخنة جميلة ياكلوا بألف هنا وشفا. جربيها وبيقولي لي إن شاء الله إنها عجبتك في التعليقات.